دم اليمني مش مباح ضرب الوحي للكفاح لن نهدى لن نرتاح سوف تحاكم يا سفاح سوف تحاكم يا سفاح سوف تحاكم يا سفاح ثورتنا ثورة تغيير يحرسها رب قدير نعم المولى والنصير لن يحكمنا اليوم حقير سوف تحاكم يا سفاح سوف تحاكم يا سفاح يا الله يا مجيد تقبل كل شهيد عن دربك لا لن نحيد حتى نبني من جديد سوف تحاكم يا سفاح سوف تحاكم يا سفاح صبرا صبرا يا تعز انت الثور وانت العز مهما تقتل في تعز لن تحيا ابدا في عز سوف تحاكم يا سفاح سوف تحاكم يا سفاح اليمني علشان المجازر اللي بتحصل في تعز من امبارح من اول الثوره بس جايين نقول للعالم ان تعز مش لوحديها وعايزين الوقفه العربيه الجاده يعني بس والابناء والاطفال هم بسم الله الرحمن الرحيم احنا اليوم واقفين في التحرير عشان اليمن عشان هي تنتصر واحنا قلنا لعلي عبد الله مغادر انا اسمي اسلام اجيت عشان اظاهر واقول كل حاجه علشان انا من محافظه تعز فانا اشتي اليمن تنتصر بكل مكان يعني انا اشتي علي عبد الله صالح يسقط يا اما يسقط بس بسم الله الرحمن الرحيم إلى إخواننا الثائرون والثائرات في كل ميادين وساحات الحرية بين بيمننا الحبيب نقول لكم اصبروا وصابروا فإن النصر لقريب وإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون ونقول أن المجد والعز والفخر لكم وإن الخلود للشهداء والجرحى الأبطال الميامين وإن الخزي والعار لعلي وصالح وعصابته القتلة يا أبناء تعز الحالمة يا ثوار الميادين في بقاع اليمن الحبيب وبثورتكم السلمية سيكون النصر وإن ما يقوم به المجرمون القتلة فهي إلا دليل على صمودكم السلمي المطالب بالحق والحرية المعبر بالثقافة التي تتمتعون بها والوعي الحضاري فقد عريتموهم أمام العالم أن هذا النظام المستبد لحقوق الشعب لهو نظام عصابات وجاهل متخلف لا يعرف إلا لغة العنجية والقتلة والنهب وسلب أموال الشعب حيث وقد وصل إلى الهستيريا بهتك الحرمات وقتل النساء والأطفال والشيوخ العزل ونقول الرئيس العصابات علي صالح ألا تخاف الله أنت والشرذمة التي من حولك التي يوجد فيكم ألا يوجد فيكم ضمير ولا وطنية ولا عروبة ولا شيم ولا أخلاق فقد بعت نفسك للشيطان والجحيم هي مصيرك في الدنيا قبل الآخرة فأين تحكيم العقل هذا جزاؤنا بعد الصبر الطويل عليك بعد حكمك 33 عاما وما زلت أداة تحت من يريدون الذل الأبدي لهذا الشعب وما زلت عميد للخونة أمريكا والسعودية وإسرائيل فأنت آلة هدم واضحة حيث وقد خرجت عن الآدمية وأصبحت نكرة كدمية في يد الأعداء ضد شعبك منذ زمن بعيد وأنت تنهب ثروات البلاد من غاز وبترول وثروات فقد عاديت قطر العروبة ونسيت موقفها المشرف في دمها اليمني والآن في وحدتها وفي مشاكلها في صعدة وفي مواقف عديدة ولكن وها هي تكشف لشعب عن موقفها بعد القبول بهذه المبادرة التي هي في صالحك فقط وليس في صالح الشعب ونقول أمام جامعة الدول السعودية أين الضمير العربي وأين حقوق المواطن العربي اليمني بالذات المسلوب الحقوق والثروات أين مصير الشهداء والجرحى أين وأين وأين ولكن النصر آت لا محال من عند الله ثم بسعد الأشرار الشرفاء ونطالب الجامعة العربية نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن هل مليتم لا والله هل مليتم لا والله سوف نناضل لا والله هل سنناضل أي والله حتى يأتي نصر الله الشعب يريد محاكمة السفاح الشعب يريد محاكمة السفاح الشعب يريد محاكمة السفاح وفي الشعب بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن
نبديك يا يمن بالروح بالدم نبديك يا تعز بالروح بالدم نبديك يا تعز بالروح بالدم نبديك يا تعز بالروح بالدم نبديك